السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا دي ستارة بتزرع شتلات الرز والقمح، طبعا بمناسبة اقتراب موسم زراعة القمح. ده قمح. طبعا زراعة القمح بالطريقة دي كده طبعا بيطلع العود قوي جدا، يعني بيرمي معانا تبن آخر الموسم لأنه بيكون قوي، بينمو بسرعة، وكمان الانتاج بيكون عالي لانه واخد مساحة، غير العفير، غير لما بنبدره في الارض. طبعا البدار ده في القمح طبعا بيبقى كتير جدا في الارض، مفيش مساحات للجذور، مفيش مساحة للعود. العود هنا بيكون عنده مساحة انه يكون اضخم واطول، وفي نفس الوقت بيرمي انتاج عالي جدا. طبعا التكنولوجيا الزراعية يعني مش عايز الواحد يتكلم عليها، ما شاء الله. يعني انا شايف التكنولوجيا الزراعية في تقدم كبير جدا، وطبعا بتوفر الوقت والمجهود والعمالة وحاجات كتير بالنسبة للزراعة. صلوا على النبي في كومنت وشكرا.